ولكن احنا هناخد يعني لمحه بسيطه. اولا نتكلم معالي الوزير عن طبيعه زياره السيد الوزير النهارده. طبعا احنا كفر الشيخ كلها بتتشرف بزياره معالي الوزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره نجيب. الحقيقه التشارك المجتمعي هنا في المشروعات مع ما بين وزاره التضامن الاجتماعي والحكم المحلي والمحافظه اكثر من رائع. احنا لسه هنزور مواقع متعدده لتشمل عدد من الانشطه المجتمعيه قايمه بها وزاره التضامن كانشطه لرعايه ارامل ومطلقات وبوكسات معموله لانتاج الدواجن، منتجات خشبيه ومنتجات نسيجيه. الحقيقه السيده وزيره التضامن الاجتماعي الحقيقه عندها عدد من الاعمال التنفيذيه اللي ابتدت تتنفذ فعلا على ارض الواقع في مركزين عندنا بلطيم والحمود. الحقيقه ده هيعمل حركه ضخمه جدا، وسيادتها برضو مهتميه بقصه الصيد والصائدات، وبرضه هيجتمعوا مع سيادتها وهتتناقش عدد من المشاكل. اتمنى باذن الله انها تبقى في سبيلها للحل، هتاثر جامد جدا على المجتمع في كفر الشيخ. مع الوزير منتظرين تلك الزياره الحقيقه. مع الوزير ما هي اخر تطورات برنامج تكافل وكرامه والاعداد على مستوى الجمهوريه؟ زياره فنيه. طيب اولا صباح الخير، ويعني بسعد بدقائق حضراتكم وبأشرف ضيافه وصحبه الزميل العزيز والمحترم معالي الوزير المحافظ يعني الحقيقه سعاده اللواء جمال نور الدين. يعني النهارده هو تاريخه سابق لي من اول محافظه اسيوط لغايه التفتيش والرقابه لغايه المرور. فيعني انا بقول دايما ان النجاح حليف من فعلا يحب البلد ويحب العمل، وشرف لي الشراكه معاه كوزاره التضامن الاجتماعي. وهكذا عهدنا ان الوزارات تعمل جنب الى جنب مع الساده المحافظين، وان الجزء الفني لما بيرتبط والسياسي بيرتبط مع الجزء التنفيذي والمحلي الحقيقه تطلع شغل رائع. فسمه هذه الحكومه هي العمل المشترك مع بعضنا البعض، والهدف من الزياره وتفقد اكتر من موضوع. يمكن الموضوع اللي بيهمنا الاكثر واللي دايما في توجيه من القياده السياسيه عليه مساله التمكين الاقتصادي، وهو بيمثل جزء كبير من هذه الزياره. والجزء الاخر هو زيارتنا للحقيقه لدور ايتام في حمله يعني ان شاء الله قادمه لتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشريه وتطوير رؤيه رعايه الايتام بشكل عام. يمكن ان شاء الله هيكون لنا شغل مع الهيئه الهندسيه في التطوير المؤسسات نفسها، لكن في رؤيه جديده في رعايه هؤلاء الاطفال وانمائهم وعلاء المصلحه الفضلى ليهم ومساله الصحه والتعليم والرعايه. وبنشجع النهارده الاسر الكافله انها تتقدم وتكفل هؤلاء الاطفال، لان الهدف بتاعنا هو ان يتربى هؤلاء الاطفال والايتام في اسر كافله او اسر بديله. والوزاره بتتحقق من هذه الاسر وبتقدم لهم كل الدعم، لان بنقول دايما ان الاطفال لما بيكبروا وينموا في اسر طبيعيه بيعودهم جزء كبير عن ما افتقدوه. فيعني حاجه الحقيقه الدار اللي شفناها سواء من 2 ل 6 او من 0 ل 2 رائعه، ويعني على علم تماما ان دي لمسه من لمسات معالي الوزير في زيارته الدائمه وزياراته الدائمه وتحققه حتى من المطبخ من الدولاب من طريقه الولاد. فيعني تحيه خاصه جدا لي. لا والله لا هي الاثنين طبعا، بس برضو يعني الرقابه والتفتيش والمساءله ده جزء مهم جدا. اما الجزء الثاني من الزياره يمكن كمان تطرقنا وتفقدنا جمعيه الهلال الاحمر المصري، ويعني لاحقا في هذا العام جمعيه الهلال الاحمر دخلت في مجالات عده كثيره. هي جمعيه لا تتوقف فقط عند الاغاثه، ولكن تتوقف ايضا عند تدخل في مجالات كثيره من التنميه والرعايه الطبيه، زي ما شفنا النهارده الاطفال المبتسرين والغسيل الكلوي واكثر الانشطه الطبيه موجوده. الجزء اللي بنختم بيه واللي هو يعني يمثل معظم الزياره اللي هو التمكين الاقتصادي، سواء لقاء الصيادين والصائدات وتحت مشكلاتهم، خاصه بعد ما مبادره بره امان اللي اطلقها السيد الرئيس، وايضا في جزء خاص بالانوال اللي هي مبادره تتلفف حرير، يمكن فوة من المراكز المعروفه بانتاج السجاد. فيعني هتحصل طفره الحقيقه في مساله السجاد والكليم والمفروشات. حل ملف الصيادين في التامينات والرعايه الصحيه لهم
ولمخاطر العمل بتاعتنا. هرجع لحضرتك حالا بس اقفل حته الجزء الاقتصادي. قوه مهم اقفل حته الجزء الحرج. هرجع تاني للصيادين بس قوه. هي احنا مش عايزين يعني النهارده كفر الشيخ بناخدها كنموذج لان عارفين ان قوه ليها من الانتاج ومن الكفاءه اللي مش بس تسويقه محلي تسويقه عالمي. بيهمنا جدا صغار المنتجين، بيهمنا جدا العلاقه بين صغار المنتجين والتجار الكبار بما يعظم من الاقتصاد بشكل عام في هذا المجال، بس بما يحمي الصغار كمان. بيهمنا جدا دخولهم الى العماله المنتظمه او دخولهم في حيز ومساله الحمايه الاجتماعيه من التامينات. فان شاء الله يكون لنا يعني كبير. احنا بنطمح ان احنا نصدر كمان في مجال المفروشات والسجاد والكليب. اما كمان في جزء كبير من برنامج فرصه النهارده يمكن الخاص بالثروه الداجنه ومساله ان احنا بنفتتح 620 مشروع في اول اطلاقه لي لنا